سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة 16. اهلا وسهلا. اهلا بكم. الله يخليكم. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد اتفضلوا. شكرا جزيلا يا خالتي صفيه. اتفضلوا. تتذكروا في المره اللي فاتت لما خالتي صفيه قالت لنا انه بني اسرائيل ترحلوا سنين طويله في الصحراء وقبل نهايه فتره رحيلهم الطويله المحدده ما تكتمل قاموا في بدايه فصل الربيع رجعوا مره ثانيه لمنطقه قادش اللي هي بتقع بين الصين وفاران. صح. بتذكر هناك مريم وخد سيدنا موسى وهارون ماتت من دفن. اها قادش دي يا جماعه ما كان فيها مويه للشراب، عشان كده بني اسرائيل اجتمعوا ضد سيدنا موسى وهارون واحتجوا عليهم شديد وقالوا ما طريقة دي، والله دي ما طريقة. يا ريت كنا نحن كمان متنا زي اخواننا الماتوا بغضب الله في الصحراء دي. ليتوا يا موسى وهارون جبتونا هنا، نحن شعب الله عشان نهلك هنا نحن ومواشينا. لا يا هارون، وليه طلعتونا من مصر وجبتونا لمكان كعب زي ده لا فيه زرع ولا تين ولا عنب ولا رمان ولا حتى موية الشراب؟ وسيدنا موسى وهارون طلعوا من قدامهم ومشوا لمدخل خيمة العبادة وسجدوا وتوسلوا لله، والله ظهر ليهم في لمحة من جلاله وقال لسيدنا موسى: يا موسى شيل عصايتك واجمع الشعب انت وهارون وكلموا الصخرة قدامهم عشان تنبع ليهم موية عشان يشربوا ويسقوا مواشيهم. سيدنا موسى أخذ العصاية من خيمة العبادة حسب أمر الله وجمع هو وهارون الشعب بجنب الصخرة وقال لهم: أسمعوا يا متمردين، أنتوا يعني أنتوا عايزيننا نطلع لكم موية من الصخرة دي؟ وسيدنا موسى وهارون من الغضب نطقوا كلام تاني عن الله ومبلغ غير مدون. وبعد ذاك النبي موسى رفع يده وضرب الصخرة بعصايته مرتين والموية نبعت غزيرة من الصخرة. أيوة، والناس شربوا وسقوا مواشيهم. والله قال لي نبيهم موسى وهارون: لأنه إيمانكم بيت زعزع وتكلمتوا عني كلام لا يليق وما ظهرتوا عظمتي قدام الشعب ده، عشان كده ما حتقودوا شعبي وتدخلوه الأرض الميعاد. والنبع ده بقى اسمه مريبة، ومريبة معناها الخصام، لأنه بني إسرائيل هناك احتجوا وتمردوا على الله، ومع كده الله تجلى ووراهم عظمته. ومن قادش سيدنا موسى رسل مندوبين لملك مملكة أدوم المجاورة عشان يسمح لهم بأنهم يمروا بأرضه في طريقهم لمواب، وتعهدوا له بأنهم ما حيمسوا أي شيء في أرض أدوم لغاية ما يطلعوا منها. لكن ملك أدوم ما وافق على طلب سيدنا موسى وحذر بني إسرائيل بشدة من المرور في أراضيهم وجهز لهم جيش كبير عشان يهاجمهم في حالة مرورهم. وبعد موقف ملك أدوم ده بني إسرائيل غيروا رأيهم وبدل كده مشوا لجبل هور القريب من حدود مملكة أدوم. وهناك الله قال لنبيه موسى وهارون: هنا هارون حيرحل ويلحق جدوده وما حيدخل لأرض الميعاد لأنه عصى أمري عند النبع بتاع مريبة. يا موسى سوق هارون والعازار وأطلع بيهم في جبل هور، وهناك أخذ الزي الديني بتاع هارون ولبسوا لي ولده العازار عشان يبقى رئيس الأحبار بعد الأبوه هارون اللي حيموت هناك ويندفن مع جدوده. وسيدنا موسى فعلا طلع الجبل مع هارون والعازار قدام بني إسرائيل ونفذ كلام الله بالضبط. وهناك هارون مات
ولد العازار وأخوه النبي موسى دفنوه. بعد ذاك نزلوا من الجبل حزينين جدا. وبني إسرائيل لما تأكدوا إنه هارون مات حزنوا عليه جدا. وكل بيت من بيوته انفرش عليه لمدة 30 يوم. وهارون يا جماعة عاش 123 سنة. 123 سنة؟ وبعد موت هارون ملك عراد الكنعاني المقيم في النقب سمع إنه بني إسرائيل مارين عن طريق أتاريم وتصد ليهم وحاربهم وأسر بعض منهم. لكن بني إسرائيل ندروا ندر لله وقالوا يا رب إن نصرتنا على الناس اللي اعتدوا علينا ديل نحن هنحلكم بالكامل ونخرب مدنهم. والله استجاب ليهم ونصرهم على الكنعانيين وأهلكوهم وخربوا مدنهم. عشان كده بقى اسم المكان ده حرمة ومعناها الخراب. لا حول الله. وبعد فترة بني إسرائيل رحلوا من جبل هور بطريق البحر الأحمر ومروا بالدوران برا من حدود مملكة أدوم. وفي الطريق اتضايقوا جدا وصبرهم كمل واحتدوا ضد الله ونبيه موسى وقالوا يا موسى ليه انت وربك طلعتونا من مصر عشان تهلكونا في الصحراء دي؟ ايوه الظاهر ان احنا هنهلك هنا فعلا، لانه هنا ما في مويه ولا رغيف ونحن كرهنا اكل المن التافه ده. وبسبب احتجاج ومتمردهم ده الله رسل لهم دبايب سامه ولدغتهم وكثيرين منهم ماتوا. عشان كده مشوا سيدنا موسى وترجوه وقالوا له سامحنا يا نبي الله موسى، نحن غلطنا واحتجينا ضد الله وضدك، نرجوك اتوسل لله عشان يبعد عننا الدبايب السامة دي. وسيدنا موسى سأل الله انه ينجي الشعب من الدبايب. والله قال له يا موسى اسمع لك دقيق من النحاس وارفعه على عمود، وكل زول ملدوغ لما يعاين للدبيب ده حيحيا. سيدنا موسى عليه السلام نفذ أمر الله بالضبط، وكان كل زول يتلدغ ويعاين للدبيب ده كان بيحيا من الموت. يا جماعة لازم نعرف إنه الله أدى سيدنا موسى عليه السلام وصايا وإرشادات كثيرة لبني إسرائيل غير الوصايا العشرة، وراهم فيها كيف يكونوا طاهرين ويعبدوه بإخلاص عشان يرضى عنهم ويعاملوا بعض بالعدل والإحسان، ووعدهم بأنه يجزيهم ثواب إذا أطاعوا أوامره، وحذرهم من غضبه ولعنته عليه إذا عصوه. أما الوصايا والإرشادات دي سيدنا موسى دون كلها بتفاصيل في التوراة، ودون معاها كمان الأحداث المهمة اللي حصلت في فترة قيادته لشعب بني إسرائيل. وسيدنا موسى بعد ما كتب التوراة سلم للأحبار من بني هارون اللي كانوا مسؤولين عن صندوق العهد ولكل شيوخ بني إسرائيل، وأمرهم وقال لهم يا جماعة أيوة. في آخر كل 7 سنة أجمعوا كل الشعب في محضر الله. حاضر. أيوة. أجمعوهم رجال ونسوان وأطفال. حاضر. وحتى الغرباء في المدن بتاعتكم وأقروا لهم التوراة دي عشان يسمعوا ويتعلموا تحت المولى إلهكم. أيوة. ويتبعوا حاضر. الشرايع اللي فيها. حاضر. وكمان حتى الصغار من ذريتكم اللي ما عارفين التوراة خلوهم يسمعوها جيل بعد جيل. حاضر. عشان يتعلموا تحت المولى إلهكم في أرض الميعاد اللي حتعبروا نهر الأردن عشان تملكوها. يا بني هارون أيوة. شيلوا كتاب التوراة ده وخطوه جنب صندوق عهد المولى إلهكم، لأنه حيكون شاهد عليكم، لأني بالتجربة عارف إنكم شعب متمرد وعنيد، وإذا كنت أنا حي وموجود معاكم اتمرتوا على الله وعلي، فما باكم لما أموت. وكمان أجمعوا لي شيوخ قبائلكم كلهم عشان أقول لهم الكلام ده مباشرة. حاضر. وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف إنكم بعد ما أموت هتفسدوا وتضلوا عن الطريق اللي أرشدتكم ليه، والله هيغضب منكم.
وحينزل عليكم المصائب في المستقبل بسبب ضلالكم وعبادتكم للأصنام وعملكم الشريرة. والله قال لسيدنا موسى: يا موسى، يوم رحيلك قرب، عشان كده سوق يشوع ابن نون وجيبوا لخيمة العبادة عشان أنا حجعله القائد بعدك، وإنت خليك واقف معاه لما يكون هناك. وسيدنا موسى ويشوع فعلا مشوا ووقفوا في خيمة العبادة، والمولى ظهر في عمود سحاب فوق باب الخيمة وقال لسيدنا موسى: يا موسى، انت حترقد مع أجدادك، والشعب ده حيفجر ويتبع آلهة أجانب، الأجانب الساكنين في أرض الميعاد بعد ما يدخلوا ليها، وحيتخلوا عني وينقضوا عهدي اللي عملته معاهم، وأنا حغضب عليهم وخليهم وأمسك رحمتي عنهم، حتنزل عليهم مصايب كثيرة وحيواجهوا مشقات لغاية ما يعرفوا ويقولوا: المصايب دي نزلت علينا لأنه الله تركنا. يا موسى، أكتب النشيد ده وإنت ويشوع حفظوه لبني إسرائيل عشان ينشروه ويكون شاهد على عصيانهم لي، ولما أدخلهم لأرض الميعاد الرخية المليانة عسل ولبن ويأكلوا ويشبعوا ويسمنوا، حيضلوا ويعبدوا آلهة أخرى ويستهينوا بي ويخونوا عهدي. ولما تقع عليهم مصايب كثيرة ومشقات، النشيد ده حيكون شاهد على عصيانهم لي، وزريتهم حيحفظوه وما حينسوه. أما بن إسرائيل، أنا عارفهم كيف بيفكروا حتى قبل ما أدخلهم لأرض الميعاد. والله وصى يشوع وقال له: يا يشوع، خليك قوي وشجاع لأنك حتدخل شعب بني إسرائيل لأرض الميعاد، وما تخاف لأني حكون معاك وأرشدك. طيب يا جماعة، الليلة خلونا نقف هنا، معليش معليش. كتر خيرك كتر خيرك. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.